ياك اتفاق السويد كاين في الشرق الاوسط، ما انا غير اتفاقات. ما فتحنا حوار، وصلت القياده الحزبيه لواحد التصور، هي المؤتمر احنا غادي نهيئوا المؤتمر ان شاء الله، غادي نمشيو للمؤتمر موحدين. لا لا، منا حنايا حزب نازي خص يكون النص باش يكون، احنا حزب ممكن نقترحوا اللي بغينا، ياك حزب ديالنا نديروا فيه التغييرات اللي بغينا، حتى ما كيتسنى فيها شي حاجه، نعينوا امين عام ونعينوا امين عام ثاني نائب، وما شنو الاشكال؟ علاش كتقلبوا على اشكالات داخل الحزب؟ قلبوا على الحلول اللي داخل الحزب. لا ما كاينش، جمدنا جميع الصراعات اللي تهي المؤتمر. نعم وصلنا لاتفاق لتهي المؤتمرات الجهويه والمؤتمرات الاقليميه، وغادي تكون الاداره الجماعيه للحزب الى حين انعقاد المؤتمر.